مساء الخير على كل المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين. حلقة جديدة و90 دقيقة. مبسوطة اني اكون معاكم انا وكل فريق العمل اول يوم في السنة عشان نقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين. سنة سعيدة عليكم، ويا رب اللي جاي كله يكون افضل وتقدروا تحققوا كل اللي كان نفسكم فيه وما تحققش في 2019. علشان تبقى سنة مفيدة لينا كلنا، لازم في البداية نجيب نوتة أو نفتح تليفوناتنا ونكتب. فعلا لازم نكتب شوية حاجات نكتبها مع بعض. أولا إحنا عملنا إيه في 2019؟ أهم قرار أنت أخدته في 2019 ونتيجته عليك كانت إيه؟ هل كانت نتيجة إيجابية ولا كانت نتيجة سلبية؟ وعايز تعمل ايه في 2020؟ عايز تحقق 5 حاجات مهمة في البيت والأسرة والعمل وتطوير النفس وخدمة المحيطين حواليك. وقبل ما ندور على رصيد الأجازات، ندور على رصيد الإضافة في حياتنا. طبعا كل واحد يعني حر يضيف اللي عايزه ويحذف برضو اللي هو مش عايزه. واحنا في 90 دقيقة حطينا هدف واضح في سنة 2020، الهدف ده هو روح مصر وهويتها. احنا دورنا ان احنا نعمل ايه علشان نجدد معاكو او علشان يبقى فيه افادة. دورنا ان احنا ندعم المواطنين اللي عندهم احساس بهوية الدولة، وهندعم كمان كل مسؤول يعني شايف انه في قيمة للدولة او بينظر للدولة بقيمتها الحقيقية. هو ده مسارنا، وهي دي خطتنا اللي احنا هنكون عليها معاكو في 2020. النهاردة هيبقى معايا فقرتين. اول فقرة هيكون فيها ضيفنا الدكتور ابراهيم عشماوي، المسؤول الاول عن قطاع التجارة الداخلية في مصر، وهنتكلم معاه عن قيمة الدولة المصرية اللي بتواجب التطور واللي بدأت فعلا في ميكانة العمل الحكومي، وكان من أهم المستفيدين هو قطاع التموين، وفي قلبه بالطبع التجارة الداخلية. هنتكلم معاه في تفاصيل كتير حوالين المنطقة اللوجستية ودورها في انخفاض الأسعار. فقرتنا التانية مشاهدينا كل الناس بتحبها وبتنتظرها دايما في بداية كل سنة، هنتابعها بشكل مختلف، وهي توقعات الأبراج ل2020. هنعرف مع راشا مراد إزاي ندخل 2020 وإحنا مطمئنين، ومين أكتر شخص محظوظ السنة ديت ومين العكس. كمان هنعرف أخبار عن محمد صلاح وعمرو دياب ومحمد رمضان وخالد النبوي وغيرهم. الأبراج يا ترى مخبية لهم إيه؟